ظاهرة الإسلام السياسي في تونس ليست بالأمر السهل، وقد انشغلت بها الجهات الأمنية والعسكرية والفكرية. دكتور، هل كان فعلا في نية تيارات الإسلام السياسي العنيف المتطرف إقامة دولة الخلافة الإسلامية في تونس؟ يعني المشروع كان جدي؟ لا أعتقد في ذلك، لأن لو كان هذا كذلك، لو كان ذلك كذلك كما يقال، لكان لنم ذلك عن جهل بالأرضية الاجتماعية والثقافية للبلد. لا أعتقد، أن لو أننا نعتقد أن لديهم ذرة وعي سياسي وغيره، شخصيا لا أعتقد ذلك. ما الذي حدث؟ ما هي مقومات نظام خلافة في هذا البلد؟ لا شيء، لا يمكن. هم سيختلقون اختلاقا من صفر، لا أعتقد. ما الذي حدث إذن في بن قردان؟ هو هذا تدخل خارجي، هو معناتها دواعش الدولة الإسلامية هذه، دولة الخلافة. لكن هذا صفها من اللحظة الأولى، حال ما بدأوا دشنوا نوعا ما مشروعهم وإقامة إمارة نوعا ما تخضع لدولة دولة كذا، نصف من الأساس. إذن كان لدى الأجهزة الأمنية معلومات بأنه في هناك أمر جدي بإقامة هذه الإمارة؟ لا، هناك استنفار. لا، هناك استنفار ويقظة لا يمكن أن ننكرها. لكن أيضا ردة فعل الأهالي المواطنين، هذا ما دحض المشروع ونسفه من أساس. لو كان هناك حاضنة مثلا شعبية كذا، لا كان الأمر خلاف ذلك. ثم أن هذه مسألة رمزية، لأنها بداية انحدار الدواعش كانت تحديدا واقعة بن قردان، مسألة جدية. بعدئذ أصبحنا نسمع عن انتحارات هنا وهناك في العراق في سوريا إلى آخره، إلى اليوم بداية حقيقية، بداية انهيار المشروع. هذا يدل على أن ليس هناك إمكانية لوجود حاضنة. بدون وجود حاضنة لا يمكن أن ينجح أي مشروع. إذن تحسم أن لا دولة دينية مستقبلا؟ لا بالطبع، أنا قلت لك ليس هناك، لا من حيث المبدأ العقائدي ولا من حيث الممارسة التاريخية، شيء اسمه دولة دينية في الإسلام. ليس هناك، أحفر فتش انبش في أي جهة من الجهات تلقاها فقط من ما يشبه ذلك في مثلا مفهوم الإمامة هذا في عند الأخوة الشيعة، لأن هم أنفسهم غير قادرين على تأسيسها شرعيا، معناتها إلا بنوع من التأويلات، أن الإمام له كذا من الصفات، نوع من العصمة مثلا، لكن بتشم منها رائحة الاختلاق والتكلف. ليس هناك تأسيس مقنع لعباد الله، سائر العباد الله. اللهم عند بعض ما نسميه بالثقافوت النخبوتي والنخبوت الثقافوتي تنطلي عليه مثل هذه الأشياء. قيمت الثورة التونسية تقييما مذهلا، يعني واعتبرت حدث باهر، ولك تسمية أخرى غير قضية الثورة. يعني أنا سميتها ثورة شهرزادي في كنيها، من حيث سلميتها أولا، تلقائيتها،
هناك من ينعى على الثورة أنها تلقائية تحديدا، هم يؤمنون أن الثورات يجب أن تكون على مقاسهم أولا وبالذات، أي أن تتدرج الأمور وفقا لمخطط مدروس جيدا مع استباق الأهداف مرحليات إلى آخره. بالنسبة لي ليس هناك ثورة بهذا على هذه الشكل. نخبنا تنعت هذه الثورة بالرعاعية دهمائي. شو دهمائية؟ شو كلام غير مسؤول؟